مبنى اكتر من 100 سنه، فهو يعتبر من التراث. التراث الفرق ما بينه وما بين المبنى التاريخي ان هو مبنى ذو قيمه وعدى عليه 100 سنه، ممكن ان هو يعتبر اثر، لكن انا بفضل اقول عليه ان هو مبنى تراثي ذو قيمه اذا كان حصل فيه احداث معينه او كان التراث بتاعه تراث مميز جدا يبقى واجب الحفاظ عليه. في الحاله بتاعتنا احنا عندنا مبنى ذو قيمه معماريه وقيمه تاريخيه نسبه الى الشخص اللي هو كان مالك المكان، ثم تحويله الى مدرسه، والمدرسه طبعا كانت من افضل المدارس، يعني زيها زي المدرسه الابراهيميه والمدارس الخديويه المختلفه، كان فيها صفوه الاساتذه وصفوه الطلبه، يعني كل دول حنلاقيهم اوائل الكليات بتطلع منهم، فهنلاقي اكيد شخصيات هامه وشخصيات عامه كتير اتخرجت من المدرسه دي. ده على صعيد الفانكشن والزمن. قانون 144 في سنة 2006، قانون بيسجل المباني ذات القيمة المتميزة وفقا لخمس معايير، والأصل ده ينطبق عليه أكثر من معيار. أولا هو للمعماري أنطونيو لاشياك، أحد معماريين الرواد اللي صنعوا الوادي الحضاري للقاهرة في فترة ما مطلع القرن العشرين، والمبنى له قيمة معمارية لأنه طراز شديد التميز، وقيمة أيضا مرتبط بشخصية مشهورة، شخصية معلومة موجودة في الجنوب. إذا هو ثلاث قيم من الخمس معايير متوفرة فيه، وكنا يهمنا جدا إنه يكتسب القيمة اللي هي مدار سياحي، مركز كمتحف او يعني موظف لهذا الغرض. على الطراز المعماري بقى انت بتتكلم على هل في طرز مختلفه؟ لا، هو مفيش طرز، في طراز واحد اللي هو الطراز النيو باروك. الفرق ما بين الباروك والنيو اي حاجه في الحاله دي، النيو باروك يعني معناه هو احياء للباروك، يعني معناه انه بتبع نفس الطراز لكن مش في زمن ظهور، يعني الباروك نفسه في القرن ال17، ده مبنى من القرن ال19، لكن بيشتغل على نفس الاسس اللي اشتغل عليها الباروك. الفارق بقى هنا ان انا بقول نيو يعني بتصرف، بتصرف يعني باخد عناصره، باخد علاقاته، لكن بطلع مبنى جديد ما شفناهوش قبل كده، يعني في الباروك ما فيش مبنى زي المدرسه المصريه. فاهمين قصدي؟ لكن عناصر القصر نفسها كلها بتتبع الطراز بتاع الباروك، ولذلك بنسميه نيو. القصر اللي بنتكلم عنه مسجل طبقا لقانون الاثار من حوالي سنتين او ثلاث سنين. قانون الاثار رقم 117 لسنه 1983، وتم تعديله في 2010. قانون الاثار قانون ناشف جدا، ما بيديلكش مرونه كبيره في التعامل مع الاثر من حيث التعديل، اعاده التوظيف، كل ما يلزم عشان اشغله تاني، ولكن بيساعد على الحمايه المطلقه للمكان. القصر ده مع الاسف انه اتسجل بعد ما وصل لحاله من التدهور الشديده اللي خلته يقضي كل يوم يكون عامل نتيجة سوء استخدامه في مدرسة المعتبرة في شخص مكانين، فقام به وتم التعدي عليه، وبقت الحالة متداعية بشكل كبير قوي. انت لما تيجي تخش في القصر وتشوف المباني اللي فيه يعني حاجه خرافه خرافه، يعني حاجات يعني طرازات قديمه، يعني حرام القصر ده يتعمل فيه مدرسه ويبوظ. وبعد كده زي ما انت شايف الاسوار بتاعته معموله في احمر على الاسوار القديمه اللي فيها الزخرفه والفعل ان يعني الاشياء الجميله. الطوب الاحمر ده جه امتى يعني؟ جه ساعه في عمل المدرسه عشان الطلبه قال ما ينطوش من على السور. يعني يعلوا سور، يعني يعلوا السور علشان ما ينطوش من عليه، يروحوا مبوظين الشكل، يعني مبوظين شكل القصر زي ما انت شايف دلوقتي. وانت
تقدر تحاسب اي حد على اي حد بيعمله دلوقتي، ان نص الاراضي الزراعيه اتجرفت ونص الثاني اتبنى عليها، يعني النهارده ان تقدر انت تحاسب حد وتقول له ضميرك والارض الزراعيه وهناكل منين، انت في وقت ثوره. فهو برضه ده كان وقت ثوره 52، كل حاجه ملكيه خاصه وليها علاقه بالاسره المالكه بقت فورا جريمه ولازم انها تفتح للناس واي حاجه تجوز، وواحد يعني اصوله لا تعلم قيمه الشيء هو اللي بيدير الشيء، فهو مش فاهم اصلا هو اللي في ايده ايه. يعني دي مشاكل ثقافه ودي حاجه طبيعيه ولازم هتحصل، لكن مش معناه انها تفضل على طول. يعني انا النهارده يوم ما برجع المبنى ده الى اصله انا عندي صور كتيره جدا ممكن استخدمها بان انا اعيد الاسوار الاصليه اللي تم التعدي عليها، لو حاجه اتهدت حتى ممكن انا اعيد بناءها بالاضافه او بالحذف يعني. فيعني مفيش حاجه مستحيله لترجيع الشيء الى ايه الى اصله اذا كنت عايز. يعني شفت انت الاول بسم الله كانت بتاعت السجاير والخفاقين والحاجات دي تمام، واللبيسه والنظام ده كله كان قصر ايام ايام الملك والكلام ده، فضلت شايف كده قصر منهار وشبابيك مقفوله وشبابيك مكسره. مشكلتنا في مصر ما عندناش للاسف سياسه عامه وموحده بشان موضوعات التنظيم سواء تنظيم معماري او تنظيم دقيق بالنسبه للاثار عامه والاثار الاسلاميه والاثار عصر الاسد محمد علي خاصه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ما عندناش لغايه دلوقتي كمان احترام للمواثيق الدوليه الخاصه بعمليات الترميم او بما يعرف بعمليات الحجز والصيانه، وهل هي عمليه احياء ولا عمليه تجديد ولا استكمال نواقص ولا اضافه عناصر غير العناصر الاصيله. لا، ما عندناش سيستم موحد حول هذه المساله والعمليه كلها، وخاصه ان اللي بيتولى هذه العمليه كلها هم شركات المقاولات حتى الان. وشركات المقاولات المهندس ده عامل زي الطبيب مشرف عايز يهد ويبني ويحل، ده مكان ده اسهل له. بعد كده هنا واحد يشتغل اصلا وهيوضبه وما اعرفش انا يعني هيوضبه، هل هو يعمله يسكن فيه؟ مش معقول واحد يسكن في قصر زي كده دوت. مش معقول هو هيوضبه وهيعملوا سياحه داخل الفيزا تخش فيهم هو ولا ايه؟ مش عارف ايه. انت حاليا بتتكلم على دوله قليله الموارد وقليله الحيله. اذا كان الفرد سواء يكون فرد غرضه قومي ولا فرد غرضه استثماري، ولا يعني هنعتبر اوحش حاجه يعني غرض استثماري، ها هيحافظ على المبنى ويخلي الذكرى بتاعته حيه ويحسن من ظروفه و ويتيح دخول العامه اليه سواء بتذكره او بدون او يعني لاي سبب ما، والله انا شايف انه ده افضل من ان المبنى يندثر. لان انا قاعد عمال اقول ان الدوله بابا وماما ولازم هي اللي تبقى بتعمل كل حاجه في الدنيا، مش هتعمل كل حاجه. لابد ان جميع القصور الملكيه اللي اصبحت قصور رئاسيه او تحولت لمؤسسات خدميه او وزارات او مدارس ترجع للاثار ونستثمرها سياحيا، لان دلوقتي في نوع جديد من السياحه في اوروبا دلوقتي وامريكا وغيرها اسمها سياحه القصور الملكيه. في الدول المتحضره في اجهزه معينه زي جهاز الحفاظ الحضاري مثلا عندنا، الوظيفه بتاعت الاجهزه اللي من هذا النوع بتعمل عمليه مش بس مراقبه، لان المراقب دائما مكروه، فانت عايز تخلي الجهاز ده يبقى اللي بيساعدك هو اللي بيكمل معاك مسؤوليتك. انت كفرد اخذت على عاتقك مسؤوليه، لكن انا بمدك بالخبرات، فانا مثلا هعمل دهانات ولا هعمل ترميم ولا هعمل معرفش مين، بدل ما اجي اقول لك لا انت بتعمل دي غلط ولا ده انت بوظت الدنيا وادفع معرفش غرامه كام ولا معرفش مين، ولا انا هقول لك انا عندي اللي يعمل لك دي، لو جيت واحتجت معرفش ايه انا هبعت لك الخبراء اللي بيعرفوا يعملوا الترميم الجبس او الجسي او يعملوا لك فرمه او يكملوا لك معرفش حاجه ناقصه او او او. فهو بيبقى نوع من انواع اليد في يد اكتر منه النت.
النظام ده موجود في فرنسا، في جهاز اسمه باتريوان دو فرانس. في انجلترا مثلا فيها نظام اسمه تراست. تراست ده كان جاي نتيجة انه كان فيه قوانين مكحفة جدا في انجلترا اللي هي ضريبة التركات. اي شخص بيموت ضريبة التركات بتبقى حوالي 95% من املاكه تروح، والباقي يقول الى الابن الاكبر والباقي ما ياخدوش حاجة. بالذات في الاراضي بقى اللي هي كانت بقايا الاسرة المالكة، ده كان طبعا بيبقى دمار، مش بيقدر يدفع 95% من قيمة العقار عشان يخليه. فاضطروا يعملوا جهاز اسمه تراست. بيعمل ايه؟ بيقول للمالك انت ليك الحق انك تستغل المبنى بتاعك هو والاراضي بتاعه، لكن احنا هناخد المبنى ده ونصونه ليك، وقصاد كده نفتح للجمهور مثلا 3 ايام في الاسبوع او 4 ايام في الاسبوع. طب يعني يبقى هو ضمهم مثلا ومعيشتهم وكده يخش بيها الناس؟ لا، ليهم جناح صغير لا يجوز الزياره، لكن بقيه البيت يقدروا يستعملوه في طول الاسبوع الا في الايام بتاعه ايه؟ بتاعه الزياره. كده قدروا هم يحافظوا على بيتهم اللي هو بيت العيله، وفي نفس الوقت الدوله كمان حافظت على تراثها، والناس قدرت انها تشارك في هذا التراث وتحس بالعزه واصولهم وجذورهم. عدى هشيل تاريخ مصر، صح؟ تاريخ مصر ما بيتباعش، صح؟ يفضل في الهواء، حرام اللي بيحصل ده في مصر.